مع كل أعمال الترميم والدعاية بتجهيز مشفى حمص الوطني على مدار 9 أعوام من سيطرة قوات النظام على المدينة، إلا أن الكتل المدمرة ما تزال شاهدة على قصف قوات النظام، والكتلة المخبرية التي جهزها النظام بسعة 25 سريرا لا تزال مجرد دعاية غائبة عن الخدمة، بعد أن كانت قدرة المشفى الاستيعابية تقدر بنحو 420 سريرا. 9 أعوام خلت على سيطرة قوات النظام على كامل أحياء حمص القديمة، وما تزال الكتل المدمرة شاهدة على الدمار والعنف الذي مارسته تلك القوات في أحياء المدينة ومشفاها الكبير المعروف بمستشفى حمص الوطني بين حيي جورة الشياح والقرابيص، والذي تم تدميره بشكل شبه كامل. بمحاولات خجولة ودعايات إعلان لانتهاء عمليات الترميم والصيانة وجاهزية المشفى لتقديم خدماته الطبية المجانية والترويج حول إدخال أجهزة الرنين المغناطيسي والطبق المحوري والأشعة، إلا أن شهادات محلية أكدت لتلفزيون سوريا بأن المشفى شبه خال من الكوادر الطبية وبأنه غير مستعد لاستقبال المرضى بحجة انقطاع الكهرباء تعطل الأجهزة أو عدم وجود مخصصات من المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات في كتلة لا تتسع إلا ل25 سريرا، في حين كانت قدرة المستشفى الاستيعابية الكاملة تقدر بنحو 420 سريرا. وبحسب شهادات أهالي المدينة وفي ظل غياب الخدمة في كتلة المشفى الوطني، فإن معظم المواطنين لا يجرؤون على الذهاب إلى مستشفى الباسل داخل حي الزهراء الذي يغص بعناصر الأمن ومفرزة الشرطة العسكرية الموجودة على مدخلها الرئيسي مخافة الاعتقال والمعاملة الطائفية السيئة. وما بين التخوف من الاعتقال العشوائي من جهة وغياب الكفاءات الطبية داخل كتلة المستشفى الوطني من جهة أخرى، يترك المرضى ومن هم بحاجة للعلاج من أبناء مدينة حمص فريسة مستساغة أمام جشع المشافي الخاصة التي تعمل على فرض أجور باهظة الثمن على مراجعيها وسط غياب أي رقابة من قبل مديرية الصحة التابعة لنظام الأسد. لا أحد يتمنى وجود التمييز على أساس العرق والدين أو الطائفة، لكن لا يمكن إلا إبراز الواقع المزري الذي دفع تجاهه نظام الأسد ومسؤوليته في ظاهرة التمييز حتى بين المرضى، وخاصة في مدينة حمص التي تدفع ثمن وقوف أبنائها في صفوف الثورة بمختلف المجالات. حول هذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الصيدلانية والناشطة في المجال الطبي الدكتور غادة حمدون. دكتورة غادة مساء الخير، يعني دعينا بداية نسأل عن أحوال مشفى حمص الوطني اليوم، كيف تبدو؟ مساء الخير لك أستاذ ماو والأستاذ المشاهدين. طبعا مشفى حمص الوطني كلنا بيعرف منذ بداية الثورة خرجت عن الخدمة منذ نهاية عام 2011، وتحولت هذه المشفى جرحى النظام وشبيحته. مع الأسف كان كل جريح من الثوار أو المعارضة يدخل إلى هذه المشفى كان الأطباء المجهودون بالنظام يطلقون عليه الرصاصة أو يعني يعتقلونه. فكان أي إنسان يدخل إلى هذه المشفى من الثوار كان نهايته حتما إما القتل أو الاعتقال. المشفى طبعا بعد خروجها عن الخدمة بسبب سيطرة تجيش الفرع عليها في نهاية عام 2011 بداية عام 2012، مع الأسف بدأ النظام بالقصف على هذه المشفى بحجة أنها أصبحت بأيدي الإرهابيين. حظر طبعا الأطفال صارت خارج الخدمة، وحتى تقريبا اليوم منذ حوالي عامين بدأ النظام يقول أو يدعي بأنه يعيدها إلى الخدمة. إلى اليوم لا يوجد إلا التصوير كما ذكر تقريركم، تصوير الطبق المحوري والرنين كتلة واحدة هي المشفى الوطني عبارة عن 3 كتل، كتلة واحدة فقط هي التي يعاد ترميمها. طبعا الحجج النظام بعدم إعمار أو إعادة ترميم المشفى الوطني
جاهزه كالعاده. العقوبات الاقتصاديه انقطاع التيار الكهربائي، عدم وجود مواد يعني محروقات لتشغيل المولدات وغيرها من الحجج، عدم وجود يعني اجهزه طبيه كافه، عدا عن كل ما يعلم نقص اليد العامله التي تعمل في المجال الطبي بسبب الهجره الكبيره للاطباء والعاملين في هذا المجال وسبب الاعتقال او الاستفاد من يعمل الدكتورة غادة. إذا يعني فيما يتعلق بالمشفى، إذا لا صحة لادعاءات النظام بأن أقسام من المشفى قد رممت وهي جاهزة لتقديم الخدمات، يبدو أن الخدمات تقتصر على أقسام قليلة مقارنة بأعداد الأقسام سابقا فيها. نعم حمص تقريبا من عام 2011 حتى عام 2014 كان يعتمد الناس بالعلاج بعد خروج مشفى عن الخدمة على المشافي الخاصة والجمعيات الخيرية. أنشأت مشفى الباسل في عام 2014، طبعا مشفى الباسل كلنا يعلم أنها في منطقة الزهرة المعروفة باستقبالها من الطائفة العلوية يقتلها شريحة نظام ومؤيدين، ومعظم الشعب الحمصي من الطائفة السنية لا يعني يتجرأ للذهاب لهذه المنطقة. من فترة إحدى الصديقات يعني ذكرت لي قريبتها ليس لديها مال لدخول المشافي الخاصة. والمشفى الوطني لا يوجد فيها يعني رعايه للفقراء، يعني لا توجد فيها الاتصالات. فسالت احدى الطبيبات عن هل يمكنها ان تذهب الى مشفى الباسل باعتبارها انها طبيبه ولها خبره. قالت لها انا نفسي لا اتجرأ ان اذهب الى هذه المشفى، عدا عن ان الاطباء الذين يعملون في هذه المشفى التي يدعون بانها مجانيه، هؤلاء الاطباء ياخذون المال حتى من امهم وابيهم. يعني الشجع ما طبيعي للمال. اليوم في هذا مشفى الباسل عندما يريد اصبحت هناك حادثه وفاه، يعني مثلا يريد انت ان تاخذ الجثه او تكشف عن الجثه، الطبيب الذي يكتب لك التقرير في هذه المشفى الطبيب يبتزك ويريد ان ياخذ مبلغ من 50,000 100,000، حتى العامل الذي يعمل في الفتاة عندما يريد ان يستخدم الجثه يريد ان ياخذ من المواطن ايضا المال. للأسف هذا الواقع الصحي في حمص. معظم الناس تضطر إلى الذهاب إلى المشافي الخاصة، وكلنا يعلم صورة الطبقة المحورية إلى نصف مليون، هذا يعجز عنه الشعب طبعا في ظل هذه الحرب على الشعب. نعم، بالعودة إلى ما كنت تتحدثي به حول أعداد الكوادر الطبية التي بقيت في حمص، الاستنزاف الذي تشهده المحافظة والواقع هنا، كيف تصفيه دكتورة غادة؟ الواقع جدا مأساوي في مدينة حمص، يعني عدد الأطباء في تناقص، حتى من يعني قاوم وبقي في مدينة حمص، اليوم أنا سمعت عن أحد الأطباء أنه قد اختطف، يعني لسه لم أعلم من هو هذا الطبيب، ولكن يعمل في أحد المشافي الخاصة. هذا الواقع المأساوي للأطباء يعملون في ظروف صعبة وفي ظروف خطرة جدا. بدأ الطبيب اليوم بين الاعتقال أي حاجز أو الاختطاف، ومعظم اليد العاملة في هذا المجال تسعى للخروج. حتى اليوم هجرة يوم عن يوم تزداد الهجرة لهذا القطاع خارج مدينة حمص. أخيرا أود السؤال عن مشفى الباسل والشهادات التي تحدثت بأنه هناك عمليات اعتقال قد تجري لمن يراجع المشفى، هل هذا الكلام صحيح وإلى أي حد يعني تصححين لنا هذه المعلومات؟ صحيح، هي منطقة الزهراء نحن قبل الثورة بالنسبة لأهل حمص كان الدخول إليها يعني من خوف لأنها تقومها الطائفة المؤيدة للنظام، ونعرف كيف النظام يعامل أهل الحمص بطائفية شديدة، تمييز بين أهل السنة والعلوية واليوم الشيعة أيضا تقطن في هذا اليوم. الدخول إلى منطقة الزهراء منذ دخولك هناك عناصر حواجز للأمن وللشرطة العسكرية، حتى على باب المشفى هناك عناصر من الأمن والشرطة العسكرية، فالناس تخشى الدخول الى هذه المشفى، ومن يضطر يعني فهو دائما في حاله خوف لا يدخلها كما ذكرت لك الا الحالات يمكن الوفاه، حتى ان ياخذ المريض هناك ايضا ابتزاز له، يعني ان سلم من الاعتقال لا يسلم من الابتزاز.
يعني قبل أن أختم معك دكتورة غادة، هناك سؤال ربما يصعب إيجاد إجابة له. اليوم إلى أين يذهب الفقير الذي يحتاج إلى معاينة من قبل الطبيب، الذي يحتاج إلى دواء، الذي يحتاج إلى صورة أو إلى تحليل طبي؟ إلى أين يذهب إن كانت المشافي الخاصة يعني تشهد ارتفاعا فاحشا وخياليا في أسعارها، والمشافي العامة لا توجد فيها هذه الخدمة؟ إلى أين يذهب الفقراء في مدينة حمص؟ وأنت تعلمين اليوم كل سوريا باتت تعاني، أكثر من 90% من الشعب السوري أصبحت تحت خط الفقر. هما مدينة حمص تسمى مدينة الفقير أو مدينة الفقراء، مشهورة بهذا الشيء بسبب كثرة الجمعيات الخيرية وأهل الخير فيها. ولله الحمد طبعا أهل حمص إلى اليوم حتى من هم خارج سوريا ما زالوا يرسلون المعونات لأهلهم وللفقراء في مدينة حمص، الجمعيات الخيرية، أهل الخير، أهل البر يساعدون هؤلاء الناس. ولكن الأمر جدا صعب لأن الحالات تزداد يوما بعد يوم سوء، حتى المشافي الخاصة في بعض الحالات لا تستطيع علاجها مثل بعض الأمراض السرطانية، لا يوجد أصلا علاج بالمشافي الخاصة. فغالبا بعض المرضى يعني تستسلم ولا تذهب. يعني المرضى السرطان يقال أنه اليوم بدأوا في مدينة حمص تأهيل المشفى في الوعر، ولكن مع الأسف أنا بحسب متابعتي إلى اليوم لم يبدأ العمل حتى اليوم فيها. غالب المرضى السرطان تحول إلى مشفى الباسل، وكما ذكرت لك مشفى الباسل بالنسبة للطائفة السنية يعني في خوف شديد من الذهاب إليها. شكرا لك على المشاركة الصيدلانية والناشطة في المجال الطبي الدكتورة غادة حمدون، كنت معنا من غازي عين تاب. شكرا. أسباب ومؤشرات ارتفاع أعداد الإصابة بالسرطان في شمال غربي سوريا في ملفنا التالي.